عجيبة، أنت مش لسه نازل ما بقالكش ساعة؟ إيه اللي رجعك تاني؟ طبعًا رجعت تتجسس عليا. أنت ربنا هيتوب عليا منك جاتك خيبة. هو أنت يا راجل أنت اتخرجت؟ ما تنسى إيه اللي رجعك تاني؟ ما تنسى. يا مدام فوقي يا مدام يا مدام فوقي يا مدام ما تتخضيش ما تقومي يا وليه يا مدام فوقي انت ايه عفريت الشيطان لا انا كمال سالم كمال سالم مين مدير حسابات الشركة العالمية للإنشاءات يا دي الكسوف أنا متأسفة قوي معلش اتفضل استريح يا ستي أنا مرتاح المهم أنت تكوني ارتحتي أنا أنا قوي لكن أنت تعرف جوزي منين؟ جالي كم مرة في الشغل اللي عمره ما جاب لي سيرتك ولا مرة على الأقل كنت تاخد بالي تلاقيها بس حاجة مش مهمة بالنسبة لي أبدا وحياتك ده هو اللي مدهول كده على طول معلش جت سليمة أنا أصلي كنت جاي له في موضوع مهم قوي خير أصل له فلوس معايا فلوس؟ فلوس إيه؟ فرق الشيك كان صرفه من عندي وخد الفلوس نفسه أنا أخرى قلت هجيله فلوس منين؟ أصله بعيد عنك فقر وخيبة من يوم ما اتجوزته وهو ما حلتوش غير ماهيته وبس عليكي تعبانه منه قوي تعبانه وبس ده موريني الغل اللي ما هو راضي يتحرك زي بقيه الرجال اقول له شوف لك شغله بعد الظهر ولا سافر زي بقيه الرجاله ما بتسافر وترجع بعربيات مش راضي يا اخويا قال ايه ما اقدرش ابعد عنك بحب كاتونيله واديك زي ما انت شايف حالتنا معلش في ناس كده مغرمه بقعده البيوت بس الوقت اللي احنا فيه مش بتاع الكلام ده يا استاذ ده انا بتبقى عيني طالعه على فستان ولا حته جزمه ما بقدرش اشتريهم انا خلاص فاضية المهم تشرب شاي ولا قهوه متشكر انا حاب اعد عليه وقت تاني يا خرابي ودي تيجي اقعد اشرب حاجه لا ما انا برضه حاب اجي لكم انست وشرف بيسلمي لي على الاستاذ سعيد يوصل ابقى خلينا نشوفك هيحصل